لماذا بالضبط؟ لأن النظام السوري كما قال الأخ هو من أخلص الأنظمة لبني صهيون، فلقد عرفت منطقة الجولان أهدأ سنواتها لما ولي النظام الأمر في سوريا. وأما مسألة أنه ينتمي إلى دول الممانعة فتلك قصة يحسن اللعب عليها أولئك الذين يملكون وسائل الإعلام. هنالك اتفاق بين النظام الأسد وبني صهيون على أن يظهروا أنهم ضد إسرائيل لكي يستدروا الأموال من الخليج، وعلى إسرائيل أن تقول إنني أعيش وسط جزر من العرب يكرهونني لأستدر الدعم من أمريكا والغرب. هذه لعبة. وأما الأهداف في السر معروفة، ولذلك فسوريا الآن هي محتلة من قبل النظام، لأن النظام الذي أصبح يقتل بالدبابات، يقولوا ما كانش طائرات لحد الآن، ولكن الدبابات والصواريخ في حي باب عمر والخالدية، هؤلاء القتلى بالعشرات بهذه الطريقة الهمجية، هذا يبين لنا أن هؤلاء ليسوا أبدا ينتمون إلى أمة محمد. حاشا أن هؤلاء الذين يمارسون القتلى في المسلمين بهذه الطريقة والتي لم يجرأ على فعلها حتى الصهاينة أن يكون لهم دم إسلامي أو عربي. ولذلك هنالك دخلوا الشيعة، هذه الاختلاف هذه كنت الناس اللي كثر من اليهود يكرهونها وهم الاثني عشرية. ولذلك فإن الجنود انتع الجيش الحر قد قبض على الكثير من الإيرانيين الذين جاءوا ينتمون للبسيش لمقتل ولقتل المقبضهم. قالوا على جيتوا أكو سمعتوا على جيتوا على جيتوا نتقتلونا. قالوا إن النظام الإيراني كذب علينا وقال لنا في حمص هنالك حسينية رميت الدو عليها اصحاب السنة يخصكم تمشيوا تدافعوا عليها. شو المصيبة هم يقولون الله شو المصيبة شو المصيبة فهنالك مؤامرة كبرى على قضية سوريا. اما مسألة ان الغرب الان يبين على انه منزعج من الفيتو الروسي والصيني فهي لعب ادوار في الامم المتحدة، ومن يقرأ الكتب التي تتحدث عن الطريقة التي تتعامل بها الامم المتحدة في قضايا المسلمين وتقاسم الادوار بين روسيا وبين امريكا وبين معسكر الشرق والغرب، هذا معروف بحيث تقوم كل دولة بدورها المرسوم لها لتعطل مصالح المسلمين. فأمريكا ترفع الفيتو ضد فلسطين كل قرار يستصدر لصالح فلسطين، وروسيا الآن والصين تقوم بنفس الدور مع سوريا، والهدف واحد هو قتل المسلمين والإبقاء على الأنظمة الموالية لبني صهيون. إن الغرب لا يريد لهذا النظام أن يختفي لأنه يخدم إسرائيل. حتى قال لي هذاك اللي من حلب وهو يبكي قال لي اقسم بالله ان الطفل الصغير عنده 8 سنين لا يعرف بان هذا النظام هو من اخلص خدام بني اسرائيل، ولكن ما قديناش. وقلت له واش عندكم التشيع؟ قال لي ما كانش عندنا التشيع، ولكن قال لي كيجيو تما الايرانيين ويلتقوا مع السوريين في هذا النظام ويشروهم بالفلوس، عندهم منضاب يشيعوهم بالفلوس. قال لك احنا في سوريا ما كانش عندنا هذا الطيار هذا. شو الوصيه؟ لا إله إلا الله.